حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المواقع المحلية أسرة قحطان عقب تهديدهم بالطرد من المنزل، نحن خائفون. الحوثيون يضعون العقبات أمام استمرار الهدنة في الحديدة. ومن الصحافة الفرنسية، المتمردون لا يحترمون اتفاق السويد. أهلا بكم، نبدأ من مأساة أسرة أشهر معتقل سياسي في اليمن لنعرف كيف تعيش بعد 4 سنوات من الخوف والترقب، وكيف أراد الحوثيون أخذ منزلهم. وعنوان موقع الصحوة نت: أسرة محمد قحطان تروي تفاصيل 4 سنوات من الوجع. وتحدثت إلى الصحوة نت عن قرابة 4 سنوات من الوجع ابنته فاطمة تقول: يوم الأربعاء كان أولادي يلعبون بالشارع ليفاجأوا بطقم مسلحين، فهربوا إلى منزل جدهم وحاول المسلحون الدخول، فكانت صدمة من الخوف والفزع في عيون أطفالي مع ارتجاف في أجسادهم التي جمدت حركتهم من الخوف. تضيف فاطمة محمد قحطان: لولا إحدى نساء الحارة جاءت مسرعة ومنعت مسلحي الحوثي من الدخول، وعندما رأوا إصرارها قالوا لها: لديكم 3 أيام للخروج من البيت. فكان ردها في وجههم بقوة: أخذتم الرجال بكله، ماذا تريدون من بعد؟ الحوثيون أكدوا أنهم يريدون بيع البيت لأنه من حق الدولة حسب قولهم. فردت عليهم المرأة: فين تروح وعيالها؟ قالوا: ترجع بيت أهلها تتابع فاطمة. كرروا هذا الكلام مع أحد الجيران فقال لهم: تشتوا تشلوني شلوني أنا ضابح من هذه الحياة. ردوا عليه: لا نشتي بيت محمد قحطان. منذ 4 أعوام ونحن نتعرض لصنوف من المعاناة والقلق منذ اختطاف والدي. وتضيف ابنة قحطان: جعلونا نعيش الخوف والألم، فمرة خبر مرض أبي والثانية خبر مقتله في القصف على بيت علي محسن، جعلونا نهرول إلى هناك وتم تهديدنا بالسلاح إذا ذهبنا إلى هناك، والثالثة أنه مات. أما المأساة في حياتنا هي إخفاؤه، وهذا سبب مرض أمي الذي أصبح جزءا من حياتنا وزيارة الأطباء بشكل مستمر، والذين أكدوا أن سبب مرضها هو الحزن والقلق. وعن مشاورات السويد تقول: نحاول التصديق، ربما يكون فيها نافذة أمل والإفراج عن والدي، ولكن ما يحدث من خروقات ومحاولة تهديدنا وإخراجنا من منزلنا يخبو ذلك الأمل، ويظل أملنا بالله أن يوما ما ستفتح أبواب سجن والدي ويكون على موعد مع الحرية. هل نحن مهزومون حقا؟ هكذا تساءل محمد رضوان في مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. الاعتراف بالواقع نصف تغييره، نعم. واجهنا هزيمة في مصر وفي بقية بلدان الربيع العربي. انتصرت الدولة وعادت بطرق مختلفة وبخسائر متفاوتة، لأن السؤال عن السبب الذي يجعل الدولة تمارس كل هذا العنف والتنكيل على الرغم من هزيمتنا الواضحة يضعنا أمام حقيقة أدركتها الأنظمة ولم يدركها من يتصورون أن الهزيمة هي نهاية التاريخ، وهي أن الحالة التي أنتجت الحراك لم تزل قائمة، وأن الدولة لم تزل هشة مهترئة خارج الزمن، ولولا أسلحتها وتحالفاتها واستثمار خصومها فيها لما بقيت. الثورة فعل تراكمي لا يمثله التظاهر وحده، إنما الوعي، وعي المواطن بحاجته للتغيير، وعيه بكذب من يحكمونه، وعيه بالفارق بينه وبين مواطن آخر في بلد آخر أقل أهمية من بلده لكنه أكثر رفاهية. هذا هو ما يخشاه النظام حقا من كل فعل يحاول أن يراكم باتجاه هذا الوعي. لا ينتظر السيسي الهجمة ليردها، بل يعمد إلى إجهاضها قبل أن تبدأ. يعتمد بناء الهجمة في كرة القدم بشكل أساسي على فهم المدرب إمكانيات لاعبه، وفقا لهذه الإمكانيات يختار الطريقة التي يهاجم بها خصومه، ونظرا إلى تفاوت القدرات تختلف طرق الهجوم من فريق إلى آخر، ولكن لا يوجد أحد لا يستطيع الهجوم خصوصا إذا كان خصمك ضعيفا، وكل ما يميزه عنك أنه أكثر تنظيما، لأن أمامنا تحدي تغيير هذه المعادلة والتفكير خارج صندوق الموتى وزنازين المعتقلين. إذا أردنا حقا أن ننقذهم وننقذ أنفسنا، الأحزاب والجماعات والحركات السياسية وحتى حسابات فيسبوك وتويتر يمكنها أن تفعل شيئا آخر غير البكاء على صور القمع والتنكيل واستجداء النظام أن يتركنا وشأننا. تستمر جماعة الحوثي بوضع العقبات أمام استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن. ويعنون موقع يمن مونيتور: الحوثيون يستمرون بوضع العقبات أمام استمرار الهدنة الهشة في الحديدة.
وتعرضت الهدنة الوليدة في مدينة الحديدة لضربة جديدة هذا الأسبوع، حيث قاطع الحوثيون اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار القوات، ما يهدد بقاء تلك الهدنة الهشة بالفعل. وقال مسؤول حكومي مطلع على الاجتماعات ليمن مونيتور إن ممثلي جماعة الحوثي توقفوا عن حضور اجتماعات اللجنة التي يرأسها باتريك كاميرت، حيث كانت الاجتماعات مقررة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. ويعود الخلاف بين الحوثيين وكاميرت إلى نهاية ديسمبر الماضي، عندما أعلنوا انسحابا أحاديا من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات محلية خفر السواحل، لكن تبين أنها خدعة من الحوثيين، فالجنود هم عناصر في الجماعة لبسوا لبس قوات خفر السواحل. أفادت مصادر مطلعة لموقع رأي اليمن أن ميليشيا الحوثي داخل معتقل الأمن السياسي بصنعاء تجبر المعتقلين على الحديث لوفد الصليب الأحمر برفض التبادل في سيئون بحضرموت جنوب اليمن. وعنون الموقع: الحوثيون يجبرون المعتقلين على رفض التبادل في سيئون. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين طلبوا من المعتقلين الحديث لوفد الصليب الأحمر برفض الانتقال لسيئون بحجة أنها غير آمنة وأن يكون التبادل في صنعاء، مهددين المعتقلين بالتعذيب إذا امتنعوا عن الحديث. واتفق الطرفان سابقا على إطلاق آلاف الأسرى في خطوة وصفها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث بأنها خطوة مبشرة، إلى أن مواصلة الحوثي خرق الهدنة وعدم إظهار الالتزام في بنود الاتفاق السويد يجعل المفاوضات المقبلة حول الأسرى محل شك. المنفى في الوطن. تحت هذا العنوان كتب إلياس خوري مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا: في الماضي القريب الذي صار يبدو بعيدا كنا نرفض استخدام كلمات كالمنفى أو الشتات لوصف الواقع واللجوء الفلسطيني الطويل، فالبلاد العربية التي استقبلت اللاجئين الفلسطينيين هي أيضا بلادهم، أو هكذا ظننا أو توهمنا، لكننا كنا مخطئين. كلمة مخطئين ليست دقيقة، لنقل أننا فشلنا، أو بعبارة أدق فإن الأنظمة التي تاجرت بشعوبها وبقضية فلسطين حولت اللجوء إلى منفى قبل أن تتساقط أقنعتها وتتحول إلى حليف صغير للمشروع الصهيوني. وحين بدأ طوفان اللجوء السوري وسط بحر الدم والجريمة التي غطت سوريا، فهمنا معنى المنفى بشكل حقيقي. غير أن العنصرية المعادية للاجئين التي تطفو على سطح اللغة السائدة وتجرف معها الكثيرين ليست سوى قشرة خارجية تحجب الحاضر، فما نعيشه اليوم في العالم العربي هو تجربتنا مع منفيين، منفى خارجي ومنفى داخلي. اللاجئون والمطرودون والمنفيون من أوطانهم على الرغم من أعدادهم المليونية ليسوا سوى قلة مقارنة بالمنفيين في أوطانهم. كل بلاد العرب صارت منفى لمواطنيها، وهنا تكمن المفارقة المرعبة التي جعلت من حلم الهجرة والجامع المشترك لسكان بلادنا. الشعوب العربية التي انتفضت على الاستبداد وجدت نفسها غارقة في بحيرات الدم والقمع والنفط تعيش اليوم تجربة جديدة مع المنفى، وتدعونا إلى إعادة التفكير في دلالات هذا المصطلح. المنفى العربي الأكثر قسوة هو المنفى الداخلي. صحيفة لو فيغارو الفرنسية وفي الشان اليمني نقلت عن بومبيو قوله بأن المتمردين لا يحترمون اتفاق السويد. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم المتمردين الحوثيين في اليمن بعدم الامتثال لبنود الاتفاق الذي رعته السويد بشأن الهدنة في ميناء الحديدة الاستراتيجي، وأضاف: تحدثنا عن حقيقة أن ما تم إنجازه في السويد بشأن اليمن كان عملا جيدا، وعلى ضرورة أن يفي الطرفان بالالتزامات التي تم التعهد بها، وإلى الآن اختار الحوثيون المدعومون من إيران عدم القيام بذلك. وفي تغريدة لها قالت السفارة الأمريكية في الرياض إن مايك بومبيو وولي العهد السعودي قد اتفقا على ضرورة إزالة التصعيد في اليمن واحترام الاتفاق في السويد، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في الحديدة. تعلق الصحيفة الفرنسية في التقرير الذي ترجم لقناة بلقيس: تخضع الإدارة الأمريكية لضغط من الكونغرس الذي يدعو إلى إنهاء الدعم اللوجستي الأمريكي للسعودية التي تقود تحالف عسكري لدعم الحكومة في اليمن. ومن صحيفة التايمز نقرأ موضوعا لمراسلة الصحيفة للشؤون الدبلوماسية كاثرين فيليب عن تطورات قضية نازانين راتكليف البريطانية من أصل إيراني والمعتقلة في طهران بتهمة التجسس. وقالت الصحيفة إن نازانين بدأت بالإضراب عن الطعام اعتراضا على منع دخول الأدوية التي سمح بها أطباء السجن إليها، وعلى ممارسة السلطات الإيرانية والضغط عليها لتصبح جاسوسة في بريطانيا مقابل
إطلاق سراحها. ونقلت الصحيفة عن ريتشارد راتكليف زوج نازنين قوله إن محققا من الحرس الثوري زار زوجته في ديسمبر الماضي بعد مرور 1000 يوم على احتجازها، وطلب منها التجسس لصالح طهران، وقال لها إن ذلك سيجعلها في أمان هي وأسرتها حال موافقتها. وقالت الصحيفة إن نازنين تعيش حالة من الذعر منذ ذلك الوقت، مضيفة أن لندن استدعت سفير إيران لديها وطالبته بضرورة أن تسمح السلطات بإدخال أدوية تحتاجها لعلاج أورام تم اكتشافها أخيرا في صدرها بأسرع وقت. كاذب ومليء بالتناقضات، هكذا هاجم الكاتب في وكالة بلومبرج الأمريكية بوبي غوش خطاب وزير الخارجية مايك بومبيو في القاهرة الجمعة الماضية، واعتبر أن بومبيو تجاهل تطلعات المواطنين العاديين فيما أغدق الثناء على ما وصفهم طغاة المنطقة. وأضاف الكاتب في مقال ترجمته وكالة الأناضول: بدأ وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو جولة شرق أوسطية لمدة أسبوع، استهلها بالأردن واختتمها في عمان لبحث عدة مواضيع أبرزها الحشد الإقليمي ضد إيران. خطاب بومبيو مليء بالتناقضات وفيه ثناء على طغاة المنطقة. خطابه في القاهرة لن يستحوذ على القلوب ولن يغير أفكار جمهوره في العالم العربي، فقد اتسم بالكذب والتهكمية الشديدة وكان مليئا بالتناقضات. معظم العرب لن يلقوا بالا لما قاله لأنه يعتبر أنه لا يملك أي علاقة أو تأثير على سياسة إدارة ترامب الخاصة بالشرق الأوسط. تصريحات بومبيو ربما أربكت جمهور المستمعين نظرا لأن معظم العرب لا يعتبرون أن إيران تمثل تهديدا وشيكا، غير أن من أصغوا إليه خلصوا إلى أن خطابه يعكس بصورة أكثر دقة نظرة الإدارة الأمريكية إلى منطقتهم أكثر من أي كلام سمعوه من قبل. كانت هناك، حتى لا ننسى، فكرة أن الولايات المتحدة هي قوة خير في المنطقة، لكن بومبيو وفر على جمهوره عناء الاستماع إلى ابتهالاته للقيم الأمريكية التي بات معظم العرب يراها رياء ونفاقا. بومبيو لم يبدي أي اهتمام بأكبر مخاوف الشعوب العربية متمثلة في ندرة الفرص الاقتصادية أو الحكم الرشيد أو العدالة الاجتماعية أو في الفساد المستشري والقمع. خطاب بومبيو لم يكن سوى مناشدة خالية من أي معنى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق العنان لطاقة الشعب المصري الإبداعية وتحرير الاقتصاد من القيود وتشجيع تبادل حر ومنفتح للأفكار. اللافت أن كلمة الديمقراطية أفلتت مرة واحدة من شفاه بومبيو عندما أشار عرضا إلى العراق. العنصرية تجرد عالم وراثة شهير من ألقابه، حيث وكما أورد موقع البي بي سي جرد العالم الأمريكي جيمس واتسون الحاصل على جائزة نوبل من ألقابه التكريمية بعد تكرار إدلائه بملاحظات تربط بين مستوى الذكاء والعرق وتعتبر السود أقل ذكاء من البيض. وكان العالم الرائد في دراسات الحمض النووي استشهد خلال برنامج تلفزيوني بوجهة نظر مفادها أن الجينات تؤدي إلى فروق في النتائج بين السود والبيض في اختبارات الذكاء. وقال مختبر كولد سبرينغ هاربور إن ملاحظات العالم الذي يبلغ عمره 90 عاما متهورة وغير مدعومة بسند. والمختبر مؤسسة خاصة غير ربحية مقرها نيويورك وتقوم بأبحاث رائدة تركز على السرطان وعلم الأعصاب وعلم الأحياء النباتية وعلم الجينوم. وسبق لدكتور واتسون أن أدلى بتصريحات مشابهة عام 2007 إلى أنه اعتذر عنها لاحقا. وجيمس واتسون عالم وراثة وبيولوجيا جزيئية شارك في اكتشاف التركيب الجزيئي للحمض النووي منقوص الأكسجين وهو المادة التي تشكل أساس علم الوراثة. مهنة التدريس من أكثر المهن تقديرا في مختلف أنحاء العالم إذا ما استثنينا بلدانا عربية. وهنا نطالع في جريدة الحياة اللندنية ما نشرته حول معلمين مضى زمن منذ احتجوا، وعنونت الصحيفة: المعلمون في لوس أنجلوس يستعدون لأول إضراب منذ 30 عاما. وقالت الصحيفة يعتزم أكثر من 30,000 معلم الإضراب عن العمل في المدارس العامة عبر لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في أول إضراب لهم منذ 30 سنة، بعد أن وصف زعماء نقابيون أحدث عرض طرحته الإدارة التعليمية لزيادة الرواتب بأنه
إهانة. ويعتزم المعلمون أيضا تنظيم تجمع حاشد والقيام بمسيرة إلى مجلس مدينة لوس أنجلوس إذا لم يتم التوصل لاتفاق في آخر دقيقة بين المعلمين وثاني أكبر منطقة تعليمية في الولايات المتحدة. وتريد نقابة المعلمين زيادة 6.5% في الرواتب وزيادة عدد أمناء المكتبات والمستشارين والممرضين في المدارس وتقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية وكذلك الاختبارات. وقدمت المنطقة التعليمية بالمقاطعة اقتراحا يوم الجمعة بزيادة الرواتب 6% بأثر رجعي واستثمار حجمه 100 مليون دولار للتعاقد مع موظفين جدد وتقليل عدد الطلاب في الفصول. بيضة تكسر الرقم القياسي لصورة كيلي جينر الأكثر حصولا على إعجابات في إنستغرام. كيف حدث ذلك؟ هذا ما يجيب عنه موقع عربي بوست بالقول. نشر حساب يدعى وورد ريكورد إيج صورة بيضة في الرابع من يناير. يقول التعليق تحت الصورة: فنحقق رقما قياسيا عالميا معا ونحصل على أكثر منشور حصولا على إعجابات على إنستغرام بتحطيم الرقم القياسي العالمي الحالي لكيلي جينر البالغ 18 مليون إعجاب. يمكننا فعل ذلك. ومنذ ذلك الحين حصلت الصورة على 26 مليون إعجاب محطمة بذلك الرقم السابق للصورة الأكثر حصولا على الإعجابات. لكن متى حطمت البيضة الرقم القياسي؟ في 13 من شهر يناير، أي بعد أسبوع ونصف فقط من نشر الصورة للمرة الأولى، وصلت صورة البيضة إلى هدفها النهائي بتحقيق أكثر من 18 مليون إعجاب. وردت كيلي على صورة البيضة بنشر فيديو على حسابها وهي تكسر بيضة على رصيف ساخن. صور آسرة التقطت بعدسات احترافية لمصورين استثنائيين في صحيفة الديلي تيليغراف ولا تخلو من التناقضات الجميلة. إلى الصور. وماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.